نهار واربع لموجات إذاعة كابا فيم. نرحبوا بكم مستمعينا من جديد على 91.5 95.2 105.6. إن شاء الله نهاركم زين. اليوم معنا عبر الهاتف السيد كمال المساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي اللي كان قد نظم ندوة صحفية نهار الخميس بتونس العاصمة باش يكون فما تقديم للتقرير التأليفي للمنتدى التربوي هذايا اللي صار أيام 22 و23 و24 ديسمبر. أكثر تفاصيل مع السي كمال معنا عبر الهاتف. ألو عسامة. عسامة مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي كابا فام. يعيشك. مرحبا بك أنت زيد. إن شاء الله نهارك زين. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي ونعمة. إن شاء الله يا ربي أنا كنا نستنوا في شوية مطر. والله إن شاء الله ربي يرحمنا. آمين يا ربي. ياكل تقسم غيم. إحنا ديجا في الحمامات وإن شاء الله ربي يرحمنا. نحن مغيم نستنوا في المطر في الشمال. والله كلنا إن شاء الله ربي معكم. عندكم ثلج ولا ليه الساعة؟ لا لا يا ربي ان شاء الله يوصلنا. والكيف تبدا بارده شويه نتصور راهي بارده برشا. ان شاء الله نستنوا في المطر ان شاء الله. ان شاء الله محليه. انا زرتها مدينه الكيف وبصراحه محليها ومزيانها في البلاصه. يعني كل بلاصه في بلادنا محليها عندها طبعها الخاص. وان شاء الله يا ربي معناتها تكون كل جهات البلاد بخير وتتعافى من الازمه اللي عايشينها. بالحق اللي تونس تختنق شويه. كل قطاع فيها قاعد يعاني شويه. ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله مع الغيث النافع تكون فما الخير يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الائتلاف يتمكن من تجاوز ازمته. امين يا ربي. امين. خاصه قطاع التربيه اللي قاعد يعاني ويعاني برشا. وكل مره نحكي واحنا ديجا في حكايه الناس ديما نحاولوا كل اسبوع ولا حتى كل اسبوعين عنا حصه نحكيوا فيها على الاصلاح التربوي وعلى البرامج التربويه. نحكيوا فيها على كل ما هو جديد في قطاع التربيه والتعليم. اليوم انتم كنتوا قد نهار الخميس نظمتوا الندوه الصحفيه. اكثر تفاصيل معاك سي كمال. شكرا. نحن نظمنا نهار الخميس ندوة صحفية استعرضنا فيها مخرجات المنتدى التربوي التونسي. المنتدى التربوي التونسي انتظم في مدينة الحمامات أيام 22 23 و24 ديسمبر. وكان عنوانه تطوير التربية والتعليم في تونس ضرورة حتمية ملحة. شارك في المنتدى هذايا تقريبا 120 مشاركة ومشارك و50 جمعية. ولأول مرة حتى أصحاب القرار من وزارات ذات صلة بالتربية كانوا حاضرين كما وزارة التربية. يعني أصحاب السلطة والقرار اللي المرة هذه حاضرين. المرة هذه وزارة التربية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المرأة، كلهم كانوا حاضرين. ولأول مرة على طاولة واحدة يتحط المجتمع المدني ويتحط أصحاب القرار والمسؤولين باش ينجموا يفكروا مع بعضهم في حلول لتطوير المنظومة التربوية التونسية. بالضبط. هذا هو اللي لوجوا فيه وهذا اللي ندعيوا له احنا، لأنه بالحق يجب أنه نتحطوا كما قلت أنت على طاولة الحوار والناس الكل تشارك في الحوار. كل واحد يعطي الفكرة من وجهة النظر نتاعو. هذا كل باش يصب في مصلحة التربية والتعليم والنهوض بالقطاع هذا اللي قاعد كما قلت قاعد يعاني لسنوات وسنوات عديدة. فعديدة تردي كبير للمنظومة التربوية اللي قاعد يعاني منها. ونراو فيها ديجا على الأمد البعيد. نراو فيها في نتائج البكالوريا. نراو فيها حتى في الجامعات. نراو في الانقطاع المبكر عن الدراسة. يعني برشا برشا حاجات قاعدين نشوفها. وكيف كيف وأول مرة يحضر معنا وزير التربية يتم حواره مباشرة من طرف الشباب والمرأة حول تطوير المنظومة التربوية. وكان حوار مباشر. نحكيه على الحوار بالضبط شنو اللي دار، شنو هي المخرجات نتاعه، شنو هي النقاط اللي ركزتوا عليهم. المنتدى هذا كانت أهم مخرجاته هو التأكيد من طرف الجميع على ضرورة أنها التعليم يكون مجانيا وأنها المدرسة العمومية تبقى عمومية. وهذا وفق ما نص عليه الدستور التونسي بأن الدولة التونسية تتكفل بالتعليم في مراحله المختلفة. نحن كي نحكي على التعليم نحكي على التعليم ما قبل المدرسي، نحكي على التعليم في مراحله المختلفة من الابتدائي للإعدادي للثانوي، ونحكي على التعليم العالي. نحن اللي يهمنا هو التعليم في شموليته. أكد الجميع على ضرورة أن تبقى المدرسة عمومية ومجانية. ولكن في الأثناء تم مخرجات. من أهم المخرجات مثلا ما يتعلق بالبرامج وما يتعلق بالمناهج اللي أو من التوصيات التخفيف في هذه البرامج لأنها أصبحت عبء على التلميذ وعلى الأسرة. لأنه نحن ديارنا تحولت إلى مدارس وساعات تلقي الأولياء يحضروا أكثر من الأبناء.
لابد من أن تكون هذه البرامج مواكبة لتطور العصر. نحن في عصر رقمنا، وبرامجنا حقيقة في جميع المستويات اللي ذكرتها هي برامج في حاجة إلى أن تواكب هذا العصر، تخفف تواكب هذا العصر وتكون برامج موجهة، لأن بعد نحن شعلنا قاعدين ننجو كان في مجموعات عاطلة عن العمل وغير قادرة على أن يستوعبها سوق الشغل. كيف كيف إصلاح الزمن المدرسي من أهم المسائل اللي انتهينا لها، أن الزمن المدرسي في تونس لابد من أن يكون فيه مجال باش الشاب أو الشابة أو يمارس هواياته ويمارس نشاطاته، الأنشطة الرياضية الأنشطة الثقافية. نحن كلنا عندنا زمن مدرسي هو سي كمال، حتى سي كمال سامحني باش نقص عليك، ملاحظة صغيرة، هو الوقت المدرسي كما قلت أنت مضغوط برشا وضغط كبير مش قاعد، لكن حتى هي مادة الرياضة في وسط المدرسة ساعات تلقاها في مدارس ماهيش موجودة، ساعات ما تلقاش ملعب في المدرسة باش الصغيرات يمارسوا معناتها مادة الرياضة كمادة مش هواية أو نشاط، يعني هذا معناتها ناهيك عن أنه يقوموا بنشاطات خارج الإطار المدرسي. نحن رانا نادو كما تنادي جميع الأطراف أنه تكون الفضاءات الرياضية موجودة في المدارس كله. ديجا قلت لك حضروا معنا خيانا من وزارة الشباب والرياضة وأكدنا جميعا على أن يولي اهتمام لهذه المادة وأن تكون في جميع المدارس والمعاهد الموجودة في وتطويرها، تبقاش بهذا، لابد كذلك من العمل على تطويرها، وثم العديد من المقترحات في هذا موجودة في الكتيب الذي صدر عن هذا المنتدى. في مستوى كيف كيف تمويل التعليم، كما قلت لك أكدنا على أن تكون هذا الدولة هي المتكفلة بالتعليم، ولكن تم حملة عالمية هي حملة لتحويل الديون في بلدان العالم الثالث إلى مجال التعليم، أو على الأقل تحويل جزء من هذه الديون أو فوائد هذه الديون. ونحن في تونس ندعو إلى الانخراط في هذه الحملة، على الأقل تحويل بعض من الديون إلى مجال التعليم، لأنه نحن في تونس ما عندناش موارد مالية كبيرة طبيعية كبيرة عن الرأس مال البشري، نراهن على هذا الرأس مال لتطوير هذه البلاد وتطوير المنظومة التربوية. تقريبا في مخرجات مثلا ما يهم المجلس الأعلى للتربية في صيغته الحالية هو صيغة استشارية، نحن بحثنا مع بعضنا كيفاش النجم يكون عنده صيغة تقريرية، لأنه هو تقريبا مش يكون عنده صيت وقادر أنه يأثر في المنظومة التربوية. بالنسبة لذوي الإعاقة كيف كيف تعرضنا إلى أنه هذه الفئة مهمشة، وتقريبا 5% منها فقط من ذوي الإعاقة هم اللي قاعدين يتمدرسوا. صحيح المكفوفين عندهم 3 معاهد في تونس، ولكن خاصة الصم وذوي الإعاقة يعني عندنا مشاكل كبيرة مع مشروع الوزارة في الإدماج. رأوا الإدماج مش معناتها أن نهزوا ذوي الإعاقة نحطهم في مراكز معينة أو لابد أن نوفر لهم ظروف في مستوى البنية التحتية في مستوى المشي يقروهم، لابد أن يكون عندهم تكوين باش ينجموا يتعاطوا مع هذه الفئة المهمة في المجتمع، باش ما تبقاش هذه الفئة خارج الإطار المدرسي. يعني معناتها هذه بعض المخرجات. الكتيب هزيناه لوزارة التربية، موجود عند وزارة الشؤون الاجتماعية، موجود عند وزارة المرأة، موجود عند وزارة الشباب والرياضة، موجود على صفحتنا، وزعناها على الصحفيين. جملة التوصيات موجودة فيه، ونتمنى أن المجتمع يعني هل تقعد في الضغط والمناصرة من أجل تحويل هذه التوصيات إلى قرارات. بالضبط، هو هذا هو سؤالي، هل تبقى توصيات وتقعد في كتيب، أم أنه فما تطبيق للقرارات هذه على أرض الواقع نراوها السنة الدراسية المقبلة أو اللي بعدها؟ قلت لك نحن اللي علينا أن جبنا أصحاب القرار وقعدناه مع الطاولة مع المجتمع المدني. عاد معناتها اتخاذ القرار طويل. هذه التوصية نحن كمجتمع مدني أنا سلطة القرار. بالضبط. نحن نحاولوا نتكاتفوا مع اقتراح ومعناتها مقترحات. نعتبروا أن المشكل التعليم هو مشكل مجتمعي. أكيد. يهم المجتمع الكل. أكيد. لأنه تقريبا يمس الأسر الموجودة الكل. أكيد. لابد من حملات توا ضغط ومناصرة باش تتحول على الأقل ما نقولوش توصيات الكل، جزء من هذه التوصيات. فمش بوادر أمل حسب ما أنتم ما تحاورتوا سي كمال. سي كمال فمش بوادر أمل أنه في قادر أنه يتحقق راه. إن شاء الله إن شاء الله. ماهوش يتطلب إمكانيات كبيرة إلى غير ذلك. هو إذا إن شوفوا البرامج المدرسية والزمن المدرسي ديجا إحنا حققنا نصف المشاكل، مع أنه نخزروا شوية للبنية التحتية وللاستثمار في قطاع التعليم، ديجا معناتها بالحق هذوما 4 نقاط مهمة ومهمة جدا للنهوض بقطاع التربية والتعليم في تونس.
تقريبا هذه من اهم الاشكاليات اللي يعني منها يعني منها المدرسه في تونس. والاشكال الكبير هو كيف بامكاننا ان نطور التربيه والتعليم في تونس. ما نجموش نطوره من غير بنيه تحتيه، ما نجموش نطوره من غير اموال. تعرفي انت ميزانيه التربيه وقت راهنت الدوله في الستينات والسبعينات على التربيه والتعليم، كانت ميزانيه التربيه تقريبا ثلث الميزانيه العامه للدوله. توا انخفضت الى تقريبا 14 و15%، وهذا كيف كيف رقم مغلوط، لانه 95% من هذه الميزانيه مخصص للاجور. يعني المخصص لتطوير الحياه المدرسيه وتطوير المنظومه التربويه هو 5% فقط من ميزانيه وزاره التربيه، وهذا لا يكفي. اذا على الدوله وعلى الحكومات ان تتحمل مسؤوليتها، لانه عندما رحلنا على التعليم في الستينات خرجنا كوادر وخرجنا البلاد من اكيد سي كمال تطوير منظومتها. شكرا لك سي كمال، لان وقت الاخبار تويكا سيدي جاخدينا من وقت الاخبار دقيقه. شكرا لك سي كمال على المداخله، شكرا على التفاصيل. شكراً. بالتوفيق لكم انتم، وان شاء الله ديما فما جديد في الائتلاف التربوي، ونكونوا احنا ديما السباقين راديو كابافين باش ناخذوا كل ما هو جديد معك انت. شكرا لك، يعيشك الى اللقاء. بالتوفيق مستمعينا، نرجعكم بعد الاخبار.